تقاليد وفكرات النمو الجديد الذي تم تقديمه مؤخرا امام حضره صاحب الجلاله الملك محمد بن السادس نصره الله وايده رافعه حقيقيه لخلق ثروات ومناصب الشغل وتحقيق التقدم الاجتماعي والتنميه الترابيه. ولعل خير ما نستهل به هذا اللقاء الذي يكتسي اهميه بالغه مقتطف من خطاب صاحب الجلاله الملك محمد بن السادس نصره الله وايده بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة الشرعية الثانية من الولاية الشرعية العاشرة يوم الجمعة 13 أكتوبر 2017 حيث قال جلالته: واعتبارا للارتباط الوثيق بين قضايا الشباب وإشكالية النمو والاستثمار والتشغيل فإن معالجة أوضاعهم تحتاج لارتكاب مبادرات ومشاريع ملموسة تحرر ثقتهم وتوفر لهم الشغل والدخل القار وتضمن لهم الاستقرار وتمكنهم من المساهمة البناءة في تنمية الوطن. على ان تكون نافذة مضيئة وصرحا جامعيا حاضنا لمختلف التظاهرات العلمية والثقافية تماشيا مع سياسة الانفتاح التي تنهجها دائما وفق رسالتها الأكاديمية والعلمية. فالكلية اليوم فخورة باحتضان فعالية الأبواب المفتوحة لفائدة حاملي المشاريع تحت شعار التقائية برامج دعم إنشاء المقاولات رابعة للإدماج الاقتصادي للشباب، وبادئا ببادح تقبلوا بفعل المبادرات والتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله للرفع من مستوى النمو وبالتالي الرفع من وتيرة خلق المقاولات واستقطاب حجما متناميا من الاستثمارات سواء الوطنية أو الخارجية، وهو ما سمح لجهاتنا بخلق دينامية جديدة وتسجيل وتيرة نمو متزايدة كان لها وقع إيجابي في التقليص من معدلات البطالة وخصوصا بطالة الشباب حامل الشهادة. هذه الدينامية عرفت انعكاسات اقتصادية بسبب وباء كورونا الذي تسبب في توقف التشغيل وفي خسائر مالية لجميع القطاعات الاقتصادية، وهو ما يستدعي تضافر ويستدعي اليوم تضافر جهود الجميع لمعالجة هذه الآثار ولخلق دينامية جديدة بمنطقتنا. انطلاقا من هذا المبدأ يمكن بالطبع تطوير دور الكلية في الكلية المندمجة مع محيطها الاقتصادي والاجتماعي تصبح مكان للخبرة ومكان للإبداع والابتكار ومكان للتكوين من أجل الشغل أو تشغيل الذاتي أو من أجل خلق المقاولات المبدعة. الكلية متعددة التخصصات بالعرائش تعتبر التشغيل الذاتي لطلبتها من أولى أولوياتها، وفي هذا الإطار تم خلال شهر ماي المنصرم توقيع اتفاقية مع المديرية الجهوية للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات تمكن الكلية من وكالة خاصة وكالة جامعية لمساعدة الطلبة على الإدماج المهني والمصاحبة المقاولاتية داخل أسوار الكلية وبالضبط بمشروع بوابة المستقبل الذي يضم كذلك حاضنة المقاولات ومختبر لتصنيع نماذج أولوية موضوع رغم الإشارات حامل المشاريع المبدعة. حضرة السيدات والسادة، قال جلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الذكرى 60 لثورة الملك والشعب: وإذا كان الله تعالى قد وهب لكل بلد نصيبه من الثورات والخيرات فإن سبحانه قد أنعم على بلادنا بثورة ثروة متجددة وهي مواردنا البشرية، وفي طليعتها شبابنا الطموح المتشبع بحب وطنه والمعتز بتقاليده العريقة والمتحلي بالتربية السليمة. انتهى كلام صاحب الجلالة. لذلك فإن الإخلاص لهذه الأمانة العظمى أي أمانة توفير تعليم عالي في مستوى لشبابنا يسمو إلى تطلعاتهم ويمكنهم من خلق مشاريع مقاولاتية تحقق لهم النجاح والازدهار يلزمنا جميعا أن تظل الكليات والمؤسسات الجامعية دعامة أساسية من الدعامات التي تصبو للنهوض بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية للفئات الهشة وخصوصا الشباب. ويأتي هذا البرنامج الذي سيغطي كل أقاليم وعملات الجهة لتعزيز مختلف المبادرات الجماعية والتشاركية، ونركز على المبادرات التشاركية والجماعية لأن هذا هو المهم اليوم إلا بغينا ننجحوا داكشي اللي تطلب منا صاحب الجلالة الله ينصرو وكافة الشركاء. على ظلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في شقها الخاص بمحور تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب للنهوض بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية للفئات الهشة وخصوصا الشباب عبر المواكبة ودعم المشاريع المندرجة في الإطار الاقتصادي والاجتماعي والتضامني. وخلال هذا اليوم إن شاء الله سيكون بإمكان الشباب ذوي الأفكار خاصة بالاستثمار والمشاريع اللي كيقلبوا على شي حاجة من يديروا
ونديروا شي مشروع ان شاء الله من ربط الصله مع مختلف الفاعلين في المنظومه من ادارات عموميه كلهم ان شاء الله غادي يكونوا معنا اليوم، بنوك، ادارات، فاعلين جمعويين، كاين الجامعه، كاين الكليه، كاين كل المتخصصين في الاستثمار وانشاء المقاوله والمواكبه والدعم والتكوين، وايضا التسجيل في قاعده بيانات المنظومه التشاركيه ان شاء الله اللي عندنا في هذه الجهه واللي من خلالها حيتستمر التواصل معكم، اللي حتى ان شاء الله المشاريع يخرجوا للوجود ويكون الكل ان شاء الله عاجبه الحال داكشي اللي تصايب. ببحث امكانيه التمويل والمواكبه عبر البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات اللي لونسها سيدنا الله ينصرو لاستغلال فرص الاستثمار والاقلاع بالجهه، وهذا ان شاء الله لن يكون اليوم الاخير. هناك عده اوراش نحن بصدد اعدادها مع الجهه مع عماله اقليم الحسيمه تحت اشراف السيد الوالي والسيد عامل اقليم العرائش، عذرا كنهضر على اقليم العرائش، ومن خلالها ان شاء الله عده انشطه غتكون على 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 على, 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 على كل السنه ان شاء الله. وهذا اليوم ان شاء الله غادي يعرف عده ورشات تنظم بنفس المناسبه واللي غتكون حول دور كل المتدخلين في مواكبه انشاء المقاوله ومواكبه الاستثمار. ويمكن نقول من بعد بانه غتكون ورشه تكوين في كل مجال، مثلا احنا اليوم تنقوم بورشه تكوين في التجاره الخارجيه، كيفاش يمكننا نستوردوا، كيفاش يمكننا نسوقوا المنتوجات ديالنا، راه كنديروها في الفريدق. بهذه الورشات كلهم اللي تنديروها اليوم في شي اقليم ولا في شي مدينه غتكون على صعيد الجهه كلها وفي كل الاقاليم وصعيد الجهه. الضمان موجهه للمقاولات الصغيره ضمان اكسبريس بقيمه تعادل تقريبا 287 مليون درهم. فقط في الخمس اشهر ديال 2020 اللي هي تجاوزنا فيها 2021 اعتذر اللي هي تجاوزنا فيها بعض من الازمه استطعنا اننا ندعموا 1000 مقاوله صغيره جدا بقيمه 131 مليون درهم. بالنسبه للمقاولات الصغيره والمتوسطه وصلنا ل 150 دعم في اليات الضمان بقيمه 660 مليون درهم. بالنسبه للاليات اللي هي موجهه للدعم المقاولات في اطار الازمه تجاوزنا 10000 ملف بقيمه تعادل 4 مليار و600 مليون درهم فقط في الجهه. وايضا لا ننسى ان صندوق الضمان المركزي حاضر ايضا في دعم الابداع والخلق ديال المقاولات الذكيه دي ستارت اب، فقدرنا اننا نمولوا 13 مقاوله على مستوى الجهه بقيمه 2.5 مليون درهم. ولكن غادي نركز بصفة مباشرة على برنامج ديال الكياف ديال برنامج الانطلاقة. ونقدر نقول لكم أنه الحمد لله الجهة هي جهة واعدة وجهة اللي هي فيها إنتاج كبير للمقاولات وفيها أيضا خلق كبير للقيمة المضافة. فعلى مستوى الجهة وصلنا ل 2646 ملف بقيمة تجاوزت 500 مليون درهم اللي هي استفدت منها مقاولات على مستوى الجهة. لكن السؤال كيبقى ما هو حظ الاقليم في هذه القيمه؟ فهو نسبه مشرفه على حسب الارقام تقريبا 415 ملف بقيمه 63 مليون درهم ما يعادل 16% من الانتاج ديال الجهه على مستوى برنامج الانطلاقه. وعلى مستوى القيمه ديال التمويل اللي تمنحت للمقاولين فهي تمثل 13% من القيمه ديال الاموال اللي تعطات في اطار برنامج الانطلاقه على مستوى الجهه. على المستوى الوطني اقليم العرايش يمثل 1.7% من حيث العدد و 1.4% من حيث القيمه. فنعتبر هذه ارقام مشرفه بالنسبه للاقليم، ولكن كنأكد انها لا ترقى للتطلعات والمستوى ديال الاقليم من حيث القدره والقيمه الاقتصاديه ديالو على المستوى الفلاحي وعلى المستوى الاجرو اليمونتير الصناعه الغذائيه وعلى مستوى الصناعات التكميليه وعلى المستوى السياحي. اذا كتبقى هذه القيمه وهذا الانتاج اللي هو في الاقليم مازال يقدر انه يتطور ومازال يقدر انه يتوسع ويتحسن ونخلقوا قيمه مضافه اقتصاديه اعمق واكبر واقوى على مستوى الاقليم. الوصول لهذه الاهداف كنقترح
أربعة توصيات لأربعة قطاعات أو مؤسسات خاصة. فبالنسبة للشباب والمقاولات حاملي المشاريع، الابتعاد ما أمكن عن التبعية والتكرار في المشاريع، فلا بد أننا الآن نتوجه للابتكار والإبداع والخلق والتكامل والاختلاف. على المستوى الأكاديمي هناك نشط إخواني في الكلية متعددة الاختصاصات، وتحية لهم على العمل اللي يقوموا به. فلا بد من تشجيع التكوين المرتبط بالتشبع بالثقافة المالية وحسن التدبير والدفع إلى خلق جيل جديد من الطلبة بنظرة موجهة لخلق المقاولات، عوض ما كان قبل التوجه للبحث على مناصب الشغل. فبالنسبة لزملائي وشركائي في الأبناك على مستوى الإقليم، فلا بد من انفتاح أكبر على الشباب حاملي المشاريع والمقاولات، تقليص ما أمكن مدة الدراسة بالملفات، مواكبة أكبر الملفات غير المكتملة قصد الدفع بها للتحقيق الفعلي. وما ننساوش أنه مقاولة صغيرة جدا اليوم هي مقاولة صغيرة الغد، هي مقاولة متوسطة بعد الغد، وربما تكون مقاولة كبرى غادي تستثمر معها المؤسسة البنكية بعدة تمويلات كبيرة. بالنسبة لإخواني وزملائي الشركات اللي هي متواجدة في PME مقاولات صغيرة ومتوسطة متواجدة على مستوى الإقليم، فلا بد من أخذ بيد المقاولات الصغيرة جدا. كيف؟ عن طريق الدفع بها في المناورة، يعني لا سوتريتونس، يعني لا سوتريتونس. هناك نشد زميلتي وأختي في الاستجابة أنه ولا بد أننا نفعله النظام ديال الطلبية الأولى في إطار البرنامج مواكبة المقاول، لأننا نحن نحس به أكثر كمقاولين، نحس بمشاكله. وضعنا أرضية مهمة لمواكبة المقاولين، وذلك بالتكوين والمواكبة القبلية والبعدية، وسأرجع لهذه النقطة. إضافة إلى ذلك هناك تكوين اليد العاملة لكي تكون يد عاملة كفأة تخول للمقاولة المغربية أن ترقى إلى مستوى التنافسية الوطنية والدولية. بالنسبة للتوجيه بالنسبة للتمويل، نحن لا نمول ولكن نسهل الولوج إلى التمويل عن طريق الاتفاقيات التي نوقعها مع شركائنا المولين، وأذكر يعني جميع الأبناك هم شركاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب. هناك مركز الضمان، وأنا أركز على هذه المؤسسة لأنها مؤسسة مهمة جدا في التشجيع على خلق المقاولة. إذن كما قلت هناك مواكبة قبلية وبعدية. إذن ما ندعو إليه اليوم أننا نشجع الجميع حامل المشاريع، وعندما أقول الشباب حامل المشاريع أتكلم عن المقاولة، لأن المقاولة هي التي شابة، هي الشابة وليس الشخص. يعني الثقة الموجودة هي ثقة موجودة الحمد لله، ولكن يجب تقويتها بيننا، يجب أن نثق في بعضنا لكي نجد. وبالفعل ففي بداية شهر فبراير 3 فبراير بالضبط تم التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات لإعطاء الانطلاقة الرسمية لبرنامج انطلاقة. هذه الاتفاقيات جمعت ما بين المجموعة المهنية لبنوك المغرب، بنك المغرب، ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة. الهدف الرئيسي لبرنامج انطلاقة كان أساساً هو في حدود 3 سنوات خلق 27,000 منصب شغل وتمويل 13,500 مشروع على مستوى الوطني. برنامج انطلاقة هو ممول من طرف بقيمة مالية تقدر ب 8 ملايير درهم على مدة 3 سنوات، مقسمة ما بين صندوق الحسن الثاني بقيمة 2 ملايير، قطاع البنكي 3 ملايير، ومساهمة الدولة ب 3 ملايير. برنامج انطلاقة كتسهر عليه لجنة تنسيقية اللي كتضم أعضاء من القطاع الخاص ومن القطاع العام، كيترأسها المدير العام مركز جهوي الاستثمار تحت إشراف مالي الجهة. فقط للتذكير، في البرنامج المدمج لدعم وتمويل المقاولات هو برنامج كيتميز بأنه شامل وكامل، كيقدم الدعم المالي عن طريق القروض الممنوحة من طرف الأبناك، وكذلك مواكبة تقنية تقدمها جميع الأطراف المساهمة في هذا البرنامج.
هو برنامج كيتوجه لجميع الشباب فئات عمرية مختلفة واللي كيقدروا يشتغلوا في أي قطاع باستثناء قطاع الصيد في أعالي البحار وكذلك الإنعاش العقاري. فكما كتلاحظوا الشباب اللي قدروا يستخدموا يقدروا يكونوا مقاولين ذاتيين مسجلون في السجل الوطني، مقاولات صغيرة جدا بما في ذلك التجار الحرفيين والفلاحيين، مقاولات الأفراد ومقاولات صغيرة جدا في العالم القروي، وكذلك مقاولات ناشئة والتعاونيات. تمويل ديال برنامج انطلاقة يمكن أن يشمل نفقات الاستثمار ونفقات التشغيل. برنامج انطلاقة يقدم ثلاث منتوجات. المنتوج الأول هو ما يعرف بانطلاق، هو متوجه أساسا للشباب اللي كيتواجدوا في المجال الحضري. نسبة الفائدة تصل إلى 2% فقط، ويقدروا يوصلوا حتى 1.2 مليون درهم. ضمانات شخصية غير مطلوبة في إطار هذا البرنامج، لأنه الدولة عن طريق صندوق الضمان المركزي كتضمنه إلى حدود 80%. المنتوج الثاني هو انطلاق مستثمر قروي اللي متوجه أساسا للشباب في المجال القروي، نسبة الفائدة فيه ما كتعداش 1.75%. وأخيرا المنتوج الثالث اللي هو ستارت تي بي او، هو عبارة عن قروض مجانية قد تصل إلى 50,000 درهم في حدود 20% من القرض الأساسي.